السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 29 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن 3 كبائر من كبائر الذنوب. الكبيرة الأولى كانت النميمة، وذكرنا لكم حينها أن النميمة نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وذكرنا حين ذاك حكمها والأدلة الدالة على تحريمها وبيان أنها كبيرة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الكبيرة الثانية، وهي البهتان، وهي التكلم عن الآخر بما ليس فيه مما لا يرضاه بخلاف الغيبة. فالغيبة الكلام عن الآخر بما فيه مما لا يرضاه، هذا هو الفرق بين البهتان وبين الغيبة. والبهتان والغيبة والنميمة كذلك، كل هذه الأمور 3 من كبائر الذنوب. وذكرنا آنذاك الأدلة الدالة على أن البهتان من كبائر الذنوب. ثم تكلمنا عن كبيرة من كبائر الذنوب الثالثة، وهي إفشاء السر. وذكرنا حينها أن الإنسان لا يجوز له إفشاء السر إذا ما علم من صاحبه أنه يريد أن يكتم هذا السر عنه، وإن لم يصرح بأن ذلك سرا أو وإن لم يأمره بكتمانه. إذا شعر فقط أن ذلك الأمر خاص به وأنه لا يريد أن يفشى عنه، هذا كاف في عدم جواز إفشاء ذلك السر عن الآخر. وعلى وجه الخصوص لا يجوز إفشاء ما يكون بين الرجل والمرأة مما يكون خاصا بينهما من الإفضاء وهو الجماع وغير ذلك مما يكون خاصا بين الزوجين. لا يجوز للرجل أن يفشي ذلك ولا للمرأة أن تفشي ذلك. وسنتكلم إن شاء الله في هذا اليوم عن أبواب هي متعلقة بكبائر اللسان. فأول تلك الأبواب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى صاحبها الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود، رواته ثقات لكن أعل بالإرسال. ولمسلم عن أبي برزة مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وله عن عمران نحوه. اللعن أيها الإخوة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يجوز للمسلم أن يلعن شيئا. سيأتي معنا استثناء لذلك، لكن ابتداء لا يجوز للمسلم أن يلعن شيئا. وهذا الباب عام في اللعن، عام في اللعن. فلعن الأشياء من جمادات، ولعن الإنس والجن من مسلمين وغيرهم لا يجوز، لا يجوز. سيأتي معنا استثناء لذلك كما ذكرت لكم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والحديث الأول حديث أبي داود حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله تعالى لشواهده في صحيح الجامع، وفيه دليل على أن اللعنة
لا تصعد إلى السماء، لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وهذه اللعنة إنما تصعد لترتد إما إلى الملعون إن كان مستحقاً لهذه اللعنة، وإما إلى القائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، عفواً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. والحديث الذي جاء عن ابن عباس لفظه أن رجلاً لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وليس أحد يلعن شيئاً ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة. قال الترمذي عن هذا الحديث: حسن غريب. وأما الحديث الأخير، حديث المرأة التي لعنت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، هذا الحديث جاء بعدة صيغ، منها ما جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وجاء عن أبي برزة صيغة أخرى قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل. وحل كلمة زجر للإبل. قالت: حل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة قد يستشكل معناه، لكن قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز، لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. إذن هذه الصيغ وهذه الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن مصاحبة الناقة الملعونة لها خصوصية من وجهين. الوجه الأول أننا لم نعلم أن تلك الناقة صارت ملعونة إلا بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أليس كذلك؟ لأن في الحديث الذي قرأناه آنفاً أن اللعنة تصعد إلى السماء ثم ترجع ثم تذهب يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، إلى الشيء الذي لعن، فإن كانت أهلاً لذلك هذا الشيء يعني وإلا رجعت إلى قائلها. لكن هنا في هذا الحديث أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تلك الناقة ملعونة، فجاءنا الإخبار عن ذلك الشيء بأنه ملعون عن طريق الشرع، أليس كذلك؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النهي في هذا الأمر وهو أن تصاحبهم ناقة ملعونة إنما كان لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصاحب ناقة ملعونة ركبا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية تعطينا حكما، وهو أننا اليوم إذا لعنا شيئا فإنه يجوز أن يصاحبنا، وإنه يجوز أن نستخدمه، ويجوز أن نبيعه، ويجوز إذا كان من بهيمة الأنعام أن نذبحه وأن نأكله، أليس كذلك؟ هذا لا بأس به. لماذا؟ لأننا لا نعلم أن ذلك الشيء حلت عليه اللعنة حقيقة أم لا، قد يكون ذلك الشيء غير مستحق للعنة فترجع إلى قائلها، أليس كذلك؟ لو كنا مجموعة في البر جيد وكانت هناك ناقة فقال أحد الموجودين لعنها الله، هل هذه الناقة يجب أن لا تصحب هذا الركب؟ هل نطلقها ونجعلها تمضي؟ لا، لأن هذا الأمر كونها ملعونة أو غير ملعونة هذا أمر يجب أن نعرفه عن طريق الشرع. يمكن هذا الذي لعن شيئا ليس له بأهل
فترجع اللعنة عليه. هذا وجه. والوجه الثاني إنما يؤخذ من هذه الأحاديث أن الناقة الملعونة أو الشيء الملعون لا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يؤخذ منه أنه لا يصاحب غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا نعلم خطأ كثير من الناس من أنه إذا لعن قلما أو ورقة أو كذا يقول هذه ملعونة خلاص ما أستخدمها. لا، هذا فهم خاطئ. نعم هو أخذ الظاهر لكن لم يفهم هذا الحديث فهما صحيحا. واعلموا أيها الإخوة أن اللعن خلق ذميم، أي والله، ولا يتصف به مؤمن. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا عن اللعن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ولا الفاحش ولا البذي، رواه الترمذي وقال حديث حسن. بل لا يكون اللعان، أي الذي يكثر من اللعن، لا يكون صديقا أبدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. ولا يكون اللعان شاهدا ولا شفيعا يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يكون اللعانون المكثرون من اللعن شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والحديث رواه مسلم. ورغم ذلك تجد كثيرا من الناس ديدنه اللعن والعياذ بالله. والله يا أخواني، كنت مرة في مكان عام، كان مجموعة من الأشخاص جالسين، استمعت إليهم دقيقة وأنا أمر من عندهم أو أنا جلست بجوارهم، نسيت الآن، لكن أتذكر أن الزمن كان دقيقة أو ما يقارب الدقيقة. قد يكون هؤلاء الأشخاص لعن بعضهم بعضا ما يتجاوز 10 مرات، إما لعنا صريحا لذات الشخص وإما لعنا لوالديه. والمشكلة أن الآخر يستمع وكأن الأمر عادي. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يعني هل بجوارك هذا يدعو عليك أنك تخرج عن رحمة الله وأنت وكأن الأمر لا يعنيك؟ أنت تدعو على صاحبك أن يطرد عن رحمة الله وكأن الأمر عادي؟ هذا شيء والله غريب. هذا نتكلم فيه إذا لعن المسلم، وهذا سيأتي معنا. وكذلك اللعن، لعن بقية الأشياء ليس بجيد. لا يكون ديدنك اللعن، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ولا يكونون صديقون أبدا. ولا شك أن اللعان أو اللعن ليس من خلق المؤمن، لكن لا إشكال في لعن من لعنه الله، كالظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وكإبليس أيضا، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي إبليس. ثم قال الله عز وجل: لعنه الله، أو عفوا، قال قبلها: لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إبليس ملعون، لا إشكال في لعنه. وكالكفار من بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا لا إشكال فيه. وهناك بعض الأمور الخاصة الأخرى التي جاءت الشريعة باستثنائها، لكن لا حاجة إلى أن يكون ديدنك اللعن، لا حاجة. إن حصل منك هذا مرات قليلة لا بأس بذلك، لأن الله لعن هؤلاء، لكن لا يكون ذلك ديدنك. قال المصنف رحمه الله تعالى عقب ذلك: باب ما جاء في لعن المسلم على وجه الخصوص، وهذا أشد تحريما. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن كقتله، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعا: أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، يعني أقاموا عليه الحد، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. الحديث الأول أيها الإخوة وهو لعن المؤمن كقتله دليل على خطورة لعن المسلم، وفيه بيان وجه كونه كبيرة، إذ اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن قتل مسلما أخرجه من الحياة الدنيا، ومن لعنه دعا عليه بالخروج من رحمة الله. فهذا وجه الشبه بينهما: القتل إخراج المسلم عن الحياة الدنيوية، واللعن إخراج المسلم عن رحمة الله، دعاء عليه بذلك. فهذا وجه الشبه بينهما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض القوم: أخزاك الله، للذي شرب الخمر، جاء في رواية: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا الشيطان عليه. ما معنى هذا؟ قال الحافظ بن حجر: ووجه عونهم الشيطان عليه بذلك يريد بتزيينه له المعصية، بأن يحصل له الخزي. إذا أخزاه الله زانت له معصية، أليس كذلك؟ فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان، ولذلك ندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. وكذلك الدعاء عليه قد يحمله على التمادي، قد يحمله على التمادي، أو يقنطه من قبول التوبة.
ولذا جاء الأمر بالدعاء له لا بالدعاء عليه. قال المصنف بعد ذلك: باب ذكر تأكده في الأموات، أي ذكر تأكد حرمة اللعن وبيان كونه كبيرة في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وهذا الحديث أيها الإخوة له فقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال في فقه هذا الحديث قال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة. الغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب كما سبق معنا. فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، كحال الأحياء. وسبق معنا أن ذكرنا أن الغيبة تجوز في 6 أحوال، منها إذا كان الآخر مظهر لفسقه تجوز غيبته ولا بأس. قال: وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت. هذا من حيث الأصل. ثم قال: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن. تنبهوا لماذا؟ والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك الفساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. هذا وجه آخر بأن الميت غيبته تحرم على كل حال، سواء كان فاسقا مظهرا لفسقه أو لا. لماذا؟ لأنه حينما كان حيا كان لا غيبة له، لأنه قد يرجع ويرتدع ويتعظ به غيره، لكن إذا مات انقضت هذه العلة فتصبح غيبته محرمة كذلك. ثم قال: وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. وبالتالي فإن الميت إذا كان مظهرا لفسقه وكان هناك مصلحة من ذكر فسقه فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان غير مظهر لفسقه فإنه لا يجوز غيبته قولا واحدا. وعلى هذا جرى حكم الميت مجرى الأحياء، سوى ما كان من غيبة الميت فيما لا مصلحة فيه له، بأن يذكر بسوء إذا كان حيا لأجل أن يرتدع، هذا منتف في حق الميت فلا يذكر الميت بسوء لأجل ذلك. وقيل، وهذا القول الحقيقة له حظ من النظر، قيل إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة. جيد. ما مثال ذلك؟ إنسان مات وهو كافر لكن له ابن مسلم، هذا لا يسب، لا يسب ولا يذم وإن كان ميتا حتى لا يتأذى ابنه الحي، أليس كذلك؟ وهذا ينقل فيه أمر ضعيف يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يصح، لكن معناه صحيح. حينما جاء ابن عدي بن حاتم وأبوه من حاتم الطائي وأبوه مات كافرا، حينما جاء يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذكروا أباه بسوء، لكن هذا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى صحيح، لا نذكر الأب الكافر بسوء إذا كان الابن مسلما حتى لا نؤذي، حتى لا نؤذي الحي. وأما إذا كان الميت مسلما فإننا لا نذكره بسوء إلا إذا دعت المصلحة لذلك، مثل ميت سرق واحتيج إلى الشهادة في أنه سارق حتى يقضى بالحق لصاحب الحق، فهنا لا بأس بأن يشهد على الميت بأنه سارق أو أن يذكر بذلك ليعرف صاحب الحق فيأخذ حقه. والوجه الأول جاء فيه حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وفيه بيان وجه آخر من أوجه النهي عن الكلام عن الميت كما ذكرنا. هذا الباب عقده المصنف لبيان تأكد حرمة لعن الأموات. يعني إذن أصبح اليوم عندنا كما تعلمنا 3 كبائر: لعن الأمور عموما، جمادات وإنس وجن وغير ذلك على وجه العموم،
ويشتد الحرمة وتشتد الحرمة إذا كان اللعن لمسلم، وتشتد الحرمة إذا كان اللعن لمن؟ لميت. وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله أن الحرمة تشتد كذلك إذا لعن الرجل والديه، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.